سافر الغردقة بعيد عن شرم ومشاكلها. بسم الله هيبة. بسم الله. مشاكل ايه؟ هو انت اول مرة تسافر؟ لا، بس اول مرة اعزم ناس ما بحبهمش. امين، اوعاك تنسى الوصية. بالك على صافي يا أحمد، هتسافر بالحتة الحنينة في قلبي، اوعى حد يضايقها. خلي بالك يا صافي، اوعى يا بنتي تهملي في نفسك، ده انت نقطة ضعف ابوكي. قلت لا لا، ولو حد فيكم اتكشف هتبعه. انا عايزكوا تراقبوها لغايه لما تبعد. انا عايز صفاء في ايدي قبل ليله راس السنه، مفهوم؟ فارس. نعم. ارمي للواد المدمن ده الشيك بعد ما نرجع. ولا اقول لك اديله بيهم بضاعه او كيف. اللي شفته تحت ده مش عايزاه يتكرر تاني. حاضر يا فندم. عايزين نعمل تشيك على البانكوت. حاضر. هي فين الروم؟ اه يا فندم، اتفضلي. اتفضلي يا طول. كأنك يا بحر رملة صفرة، وكأن موجك جبل، كأنك مرصود بالجن، وكأني محكوم علي كيف النار تبقى تحت البحر، وكيف الرمل يخبي ملوك. عمي، أنا بعت الورد للمحافظ ولمدير الأمن. الأمريكاني جاي بعد ساعة. كله جاهز، مفيش حاجة هتمشي غير بإذن حضرتك. أولاد كريمة فين يا مهر؟ تبعت بكيه ورد الاماني باسم مهر. عاوز ثلاثة في الممر ده. حاضر.
عاوز 5 مصحصحين حوالين الحمام. حاضر. جروله مرض كين. ماشي. من الاول حرس وقرف. انا بتخانق من الجو ده. مش قادر تقعدي معايا يومين ولا ايه؟ لا مش طايقه، انا عايزه ارجع. مش هتتحركي من جنبي لغايه لما انا اقوم تتمدي، فاهمه ولا مش فاهمه؟ أنا مش هينفع أسيب صحابي في راس السنة. ماشي، خليني في الجوال. يا بابا اقعدي. ايه رايك بقى في شطاره بنتك؟ عاوزك تتوضى بحفله تانيه صغيره وخاصه برايفت. لكن يا بابا الاحتفال بليله راس السنه بعد ما نمضي العقود. اسمك ايه؟ انا اسمي سامي. حضرتك تشتغل هنا؟ ايوه يا فندم. اتقلب من قدامي، ما عاوزش اشوف وشك هنا واصل.